صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. ما خاب سيدي من تمسك بكم، وأبن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، كل نفس بما كسبت رهينة، كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فما لهم، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات يعلمنا ويعرفنا أن الأنفس رهينة بأعمالها، كل نفس بما كسبت رهينة. ولذا على الإنسان أن يهتم بنفسه، لأن في يوم من الأيام يخرج من هذه الدنيا ويروح في عالم البرزخ. هذا الإنسان يمر بمراحل من عالم الذار إلى عالم الأصلاب، إلى عالم الأرواح الحام، إلى العالم اللي هو بيتكون. بعد هذا العالم ينتظره عالم آخر، وهو عالم البرزخ. هذا العالم اللي الله يعلم إيش كثر مدته ومن ورائهم، برزخ إلى يوم يبعثون. وما من شيء في هذا الوجود إلا وفي طريقه إلى الفناء والنهاية، من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة كلها تفنى، باستثناء هذا الإنسان خلق للبقاء لا للفناء. هذا الإنسان خلق للبقاء لا للفناء، خلقتم للبقاء لا للفناء. بس القضية تتبدل، هذا الجسد، هاي الروح باقية، هذا الجسد يروح يتحلل يذوب. فالله تعالى يختار جسد صالح طيب للروح،
ويعطيه من القوة ويعطيه والسعة والجنة هنيئا لأهل الجنة. والله قرأت رواية أكو ملك من الملائكة سأل الله أي النبي يحشيه قال له يا ربي كم حد الجنة إيش كثر حد الجنة؟ قال له رايح زودك بقوة 30 ملك وطير وانت حدد وقول وصلت حدها. يقول طار ذاك الملك 30,000 سنة فرد يوم تعب مو 30 سنة لو 100 سنة لو 1,000 سنة لو 3,000 30,000 سنة تعب. فهذا قصر على نهر قاعد يمه طلع واحد يتمشى هو والحوض مالته قال له ايش تسوي هنا؟ قال له والله قضيتي كيت وكيت. قال له وانت صار لك 30,000 سنة طائر؟ قال له نعم 30. قال له هاي 30,000 سنة اللي انت بيها طائر ما وصلت حد نصف مملكتي التي اعطاني الله سبحانه لهذا الانسان، فكيف تصف الجنة وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين؟ السماوات والأرض أعدت للمتقين. هاي الأرض بالنسبة للكواكب الأخرى أصغر كوكب وحش طويل عريض. الله سبحانه وتعالى لا حدود لمملكته ولا حدود لعطائه. هسه احنا بالدنيا تشوف الناس المثرين المتمكنين 60 سنة ما يقدر يعالج كم مكان واحد عمر. تشوف الصيف بمكان والشتاء بمكان ولميت بمكان الفلاني كل 60 سنة 70 سنة. فكيف إذا بالآخرة إلى الأبد وأنت من أهل الجنة؟ فالله تعالى يعطيك مملكة نصفها. هذا الملك يطير 30,000 سنة ما وصل حده. فالله سبحانه وتعالى واسع النقطة واسع الكرم، لكن هذا الكون وهاي الجنة وهاي السحة تضيق على المتجبر المتكبر المتغطرس اللي علاقته بالله ضعيفة اللي نفسه رهينة بما عمل وكسب. كل نفس بما كسبت رهينة. هذا الإنسان يموت يسوي له فاتحة ويقعدون له الفاتحة والناس يعزوه ويوم الثالث يسوي له عشاء أي هنا مثلا يسوي له عشاء ثواب. أما بغير مكان خو حدث ولا حرج. هاي بالعراق شيء عجيب غريب يصير لك الرمي بعد تعالوا شوف والهوسات. وحتى كواحد اسمه جار الله ومات، لما مات جار الله طلعوا يهوسوا المرأة يعاتبون الله شلون تموت جارك وانت توصف 7 جار ملتفت هو هذا ويهوسون
والعشاء والغداء والطبخ والنفخ والذبائح، وهو مسكين بحذف بقبره ما يندرج تطلع عليه، لا صلاة لا صيام، مطلوب حج، رد مظالم، يمكن مسوكه في مغلطة بالبيع والشراء، فمرهون. بدال هذا الحج كله وهالمصاريف وهالهوسات، فك رقبته. الآن بالدنيا واحد من أولادك، واحد من أخوانك، أبوك ملتفت، مثلا حابسين على قضية، أنا قرروا أنه راح يحكموا 10 سنين، أشر دقوا مو يعدموا، يا أبي جيبوا لكم 5000 دينار قطوا عن ولدكم حتى نفك، حتى إذا ما عندك 5000 تروح تتقرضها وتسلف وتبيع عندك وما عندك وتخلص ابنك من السجن، أليس كذلك؟ تخلص من السجن. فكذلك يا عزيزي، مطلوب رد مظالم، مطلوب خمس، مطلوب زكاة، مطلوب صلاة، مطلوب. ادفع عنه، ذب لك عليه 1000 دينار قربة إلى الله تدفع عنا البلاء. قال الإمام الصادق: عجبت لكم أنكم تبكون على جسد فارقت الروح، ولا تبكون على الروح التي فارقتها رحمة الله بسبب الخطيئة. كل نفس بما كسبت رهينة، إلا أصحاب اليمين، الله استثنى، إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. قال الإمام الباقر: فاستثنى الله محمد وآل محمد وشيعتهم. هذا الاستثناء كما ذكر الطبرسي في مجمع البيان من يفسر الآية. إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين، أنتم جابكم الآن جهنم، ما سلككم في سقر، شنو هذا قسم؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين. بخلاء، فلس ما يطل الفقير وعينه ضيقة. قال: لكنا ما سلكم في سقر، قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين بهالدواوين هاي نفتر. قال فلان وحكى فلتان وعرض عضلات، وهذا موقعه وذاك مقيمه، وهذا وخره، وهذا خليني بمكانه، وعلى الرن نعوذ بالله يخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين، نكذب بيوم الدين، ايش دعوة مبالغة؟ هسه انت تقرا هذا الحديث، ايش كثر اكو ناس يقول لك يا با والله مبالغة، 30,000 سنة ملك طاير، يا الله واصل نص مملكة واحد بالجنة، يعني شنو يعني دليل الفيزيائي الكيميائي؟ يقيس الأمور بالمقاييس، بالك يختل توازنك، سلم بالأمر إلى الله. اليوم أقرأ
في البحر أكو واحد يسمونه هشام الهمداني، هشام بن عدي الهمداني من أصحاب الإمام علي. شوي والله فك أذنك اللي اسمعني هاي الكلام. هشام بن عدي الهمداني من أصحاب الإمام علي في معركة الصفين قاتل، اجى سيف وقع على ايده قطعها، شال ايده واجى رجع للامام علي. الامام علي لزمها رتها لمكانها لصقها، واذا ايده كل شيء ما بيها. لصقها قال له يا ابا الحسن ما خلاها وراح إلا يسأل. قال له يا أبا الحسن سويت الإيد ولصقتها؟ قال له قرأت عليها سورة الحمد. قال له بالحمد فاستقلها فانفصلت يده وقعت، فعافه علي ومضى. فاهم الكلام؟ دير بالك، مو واحد يقول لي خذ تربة الحسين وشككت، اقرا القل هو الله وشككت، اقرا سورة البقرة وكذا، اقرا دعاء زيارة الجامعة سوى هالشكل. وعلي بن ابي طالب نفسه موجود ونفس السر بالايات هذه، مهما يكون بيك من علة هي بمحمد وآل محمد. كونوا عندك هذا اليقين، قاف يتأخر الدعاء كذا، ولعل الذي أبطى عني هو خير لي، لعلمك بعاقبة الأمور. وانتبه شلون كلام. لصاك إذا كل شيء ما بيها، قال له سويت لي؟ قال له قرأت سورة الحمد استقلها. هاي من الحمد إيش كان صار فيه؟ وقعت إيده. علي بن أبي طالب وعافة ما قرأ للنوم أو شكل. وصدق أي واحد شايل خشمه ويشكك يعوفوه بل ويسحبوه بحذاهم ولا يديروا اللبان. ثم هالخطرة سألت وشوفوا الكبرياء الموت، الله لا يجعلك من هالشجولة. نسأل من الله تعالى أن يوفقنا لطاعته ويخلينا ناس مؤمنين نعيش على أرض الله بلا صخب ولا أذى، ويغفر لنا سيئاتنا وينسق أمورنا. ما سلككم في سقر إلا أن يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، فما لهم عن التذكرة معرضين، فما لهم عن التذكرة معرضين. كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسور. أي بقى هذا الإنسان شلون يطغى؟ والله أنا شفت أيام زمان ناس أثروا وتمكنوا وتزحموا وترعشوا يشربون الخمر في ليالي الحرم، يطلع يشوفون مسجد أو قبة الصالحين أو كذا وهو سكران، يطلع مسدسه ويضربها، يضرب القبة ويضحك عليها أو يضرب المسجد. ما مرت أيام إلا وجعل الله أرضهم قاعا صفصفا وخلاهم بدل هالخطرة سوى الكبرياء
يجدون ويستعطون والناس تتعطف عليهم. يعني الله سبحانه وتعالى يسمح وياه. على كل حال، ولا الكلام تكمل عن الصلاة إن قبل ليلة باكر إن شاء الله. والآن نختم. هذا كل الغرور من الدنيا، بعضهم تغر الدنيا. يقول الشاعر: دع الدنيا وزينتها لوغد وجانبها إذا كنت الرشيدة. أترجو الخير من دنيا أساءت حسين السبط واختارت يزيد. لا خير في هذه الدنيا، يزيد على تخت المملكة ورأس الحسين بين يديه. عناي 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 نصب رأس الحسين ويدك عناي يا يزيد قبال عين ونشات. اي والله نصب راس الحسين ويديك عنا عافية. نصب راس الحسين ويديك عنا يزيد قبال عين ونشات عنا. بشيت وصحت وين اللي يصل عناي عناي. لعد عباس خلي الحق علي، ولا لعد عباس خلي الحق على وين 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 الذي ينغر علينا، والله وين الذي ينغر علينا. ويوصل لعد حامي الضيعين، وان شان ما يعرف ولينا العلامة السغمنا بتبعينا. العلامة السغمنا بتبعينا ابعاك. يسراه مقطوع ويمينه وبالعمد راسه صايبين. المدينة خلافك يا ابو الغيرة ولين خويا، شاف الزمان ايش عمل بينا خلاك عالشاطرين. يا ابو فاضل ارتطحت واحنا نسبين خويا، يطقون 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 ونشقف بدين. اي طقول لو نشقايا يا بدينا. نسألك اللهم وندعوك يا الله، اللهم شافي كل مريض وفرج عن كل مكروه ونفس عن كل مهموم واقضي حاجة كل محتاج. أخواني الحاضرين والسامعين، تقبل اللهم أعماله. وإلى من مات على الإيمان
الفاتحة قبلها الصلوات.